نحن في السويداء جزء من سوريا لا نتجزأ، وبالتالي استمرار هذا الحراك هو مقتل للآخر وانتصار لنا. صحيح بأن الثورة يعني لم تنهزم، ولكنها ما زالت تصارع الظروف العامة، ولكن نحن لنا أمل كبير بأن هذا الحراك أو هذه الثورة، وهذا الحراك طبعا هو امتداد للثورة التي انطلق في 2012، لنا أمل كبير بالنصر، النصر المبين. أما بالنسبة لمقاطعة الانتخابات، هذه الانتخابات نحن منذ أكثر من 50 عاما نعاني من هذه التجربة، وهذا المجلس هو مجلس الدمى، لم يغني ولا يسمن. وعدم ملاحظة في مثل بسيط بقول من جرب لمجرب بكون عقله مخرب، فنحن لنا تجربة مع ما أفرزته هؤلاء الناس الذين لا يمثلون إلا أنفسهم. هي صفقة واضحة وجلية. ماذا قدم مجلس الشعب منذ أن يعني بدأ هذا المجلس؟ نحن نشعر بأنه لا يمثل أحد إلا إنما يمثلون أنفسهم. فنتمنى طبعا من كل الشرفاء والأحرار أن يقاطعوا أو أن يمنعوا هذه الانتخابات. صباح الخير، صباح الحرية من ساحة الحرية وساحة الكرامة. هذه الساحة التي تعيد بنا الهمة والنشاط، تشحذ الهمم فينا، تشحذ النفوس الأبية. نحن مستمرون فيها، متجذرون، شامخون حتى يسقط هذه الطغمة الفاسدة، حتى تسقط هذه الطغمة الفاسدة، ونصل إلى دولة المواطنة الحقيقية، دولة القانون والعدالة والمساواة بين الجميع، بعيدا عن الأسرية والفئوية والطائفة المقيت. أما من جهة الانتخابات المقبلة فهي ليس إلا انتخابات مجلس الدمى الذي يسمى بمجلس الشعب. للأسف التسمية على غير مسمى. مجلس الدمى هو المسمى مجلس الدمى وليس مجلس الشعب، فلن يكون بيوما من الأيام صاحب قرار أو صاحب فكرة أو صاحب نشاط ويعول على شعبه، أو يعيد الزخم ويعيد النشاط ويعيد الهيئة والمحبة إلى شعبه العظيم. فهما ليس إلا دمى للتصفيق والتوقيع على الأحوال التي لم تكن بالحسبان. عامل دورة للفساد في رعاية الأسد. عامل دورة للفساد في رعاية الأسد. عامل دورة للفساد. عامل دورة للتصفية. 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 عامل
نحن اليوم بعد 325 يوم من انتفاضة ثورة الحرية والكرامة الاستمرار لثورة 2011، مستمرين بهذه الساحة، مستمرين بنضالنا، مؤكدين على مقاطعة الانتخابات وعلى هذا النظام اللا شرعي وانتخاباته اللا شرعية. كما نوجه تحية إجلال وأكبار إلى ثوار إدلب الذين انتفضوا بوجه التركي وبوجه النظام السوري وبوجه التقارب الذي سيقضي على الشعب السوري. نحن كلنا نؤكد على أننا شعب سوري واحد وأن مصيرنا واحد وهدفنا واحد. جانب رب الجدايل عجانا هذا شكرنا يا ولد.